هوية بريس نحو إعلام هادف. إذن إحنا هنا في الاتحاد المغربي للشغل في الرباط كنحييو فتح ماي كجميع الشغيلة في البلاد ديالنا اللي من خارطين داخل الاتحاد المغربي للشغل أو خارج الاتحاد المغربي للشغل. كنحييو فتح ماي باش نذكروا حول المكتسبات ديالنا وباش نجدوا العزيمة على مواصلة النضال من أجل انتزاع وتحقيق المطالب ديالنا اللي مازال ما تحققتش لحد الآن. احنا اليوم كيجي هاد فتح ماي يعني غادات يومين بعد التوقيع على الاتفاق ديال 29 أبريل ما بين الحكومة والباترونا والمركزيات النقابية ومن ضمنهم المركزية النقابية ديالنا. هاد الاتفاق اللي طبعا جاب واحد العدد ديال المكاسب أجرية بالنسبة للعمال ومن ضمنها الزيادة ديال 1000 درهم. الزيادة ديال 1000 درهم حقيقة هي زيادة كتبان بأنه زيادة اللي هي مهمة، ولكن من اللي كتقارنها مع يعني هذه واحد المدة طويلة ما تم الزيادة يعني في الأجور، وكتقارنها مع التضخم المالي اللي عرفتو البلد ديالنا كتبقى واحد الزيادة جد جد متواضعة، وبالتالي مازال خصنا نزيد ونستمروا باش أننا نحسنوا الأوضاع المعيشية الشغيلة. أما فيما يخص يعني الزيادة في الحد الأدنى للأجور لا في الصناعة ولا في الفلاحة غادي نسجلوا بأنه كانت زيادة أو قرار زيادة 10% 5% ابتداء من فاتح يناير الجاي و 5% ابتداء من فاتح يناير 2026. معناتها انه العمال خصهم ينتظروا يعني تقريبا سنتين قبل ما يكون هذيك الزياده ديال 10%. اما بالنسبه للقطاع الفلاحي اللي كان هنالك واحد الالتزام باش انه يتم توحيد ديال الحد الادنى للاجور في القطاع الفلاحي وفي القطاع الصناعي، فرغم البدايه المشجعه اللي كانت من بعد الحوار ديال 2022، ولكن الحكومه وقفت هذاك المسلسل وحنا رجعنا الى الوراء، رجعنا لنفس النسبه اللي كانت من قبل ديال الحد الادنى للاجور ونفس الفرق اللي كان من قبل غادي نوليو له من بعد هذه القرارات ديال سميتو ديال 29 ابريل، في حين انه لم يتم نهائيا الاشاره مجددا الى توحيد الحد الادنى للاجور في الصناعه وفي الفلاحه في افق 2028 كما تم التنصيص على ذلك في الاتفاق ديال ابريل 2022. اذا المعركه مستمره، وخاصه ان الحكومه باغيه يعني تقايض هذه الزياده في الاجور، باغيه تقايضها مع جوج او ثلاثه ديال القوانين اساسيه اللي هما كارثه بالنسبه للطبقه العامله. القانون الاول هو قانون الإضراب. قانون الإضراب هو عمليا التكبيل ديال القانون الإضراب إلى مشينا في ذاك المشروع اللي عندهم داخل البرلمان، ولكن كنعتقد أن الطبقة العاملة لن تسمح أبدا بتمرير مشروع تكبيلي لحق الإضراب، والطبقة العاملة غتناضل بكافة القوى ديالها أنه ما يدوش واحد المشروع اللي هو تكبيلي لحق الإضراب، وأن أي مشروع اللي غيدوز خصو يكون تيتضمن الحماية ديال حق الإضراب كما جاء في الدستور. القانون الثاني اللي بغاو يدوزو هو القانون حول التقاعد. هذا القانون حول التقاعد هو عاوتاني باغي في المنظور ديال الحكومة باغي يجهز على المكاسب ديال الموظفين وديال العمال في المجال ديال التقاعد، وهذا عاوتاني غير مقبول، وخاصة أن النسبة ديال المتقاعدين ماشية وهي كتزاد والأوضاع ديالهم ماشية وهي كتدهور. وبالمناسبة نبغي نقول بأنه هذا الحوار الأخير اللي كان ما جاب والو للمتقاعدين، المتقاعدين تم الإغفال ديال الحقوق ديالهم وهما كانوا كينتظروا واحد الزيادة في المعاش.
المعاشات ديالهم. القانون الثالث اللي باغيين يعدلوه هو المدونات الشغل، باغيين يعدلوه بواحد الطريقه انتكاسيه، وهذا مطلب ديال الباترونه ماشي مطلب ديال الشغيله. الباترونه باغيه تعدل يعني المدونات الشغل في اتجاه المزيد من المرونه، سواء المرونه في التشغيل او في الشغل او المرونه في الاجور. ولهذا هذه مساله اخرى كذلك غادي نتصداو لها، والشغيله خصهم يوجدوا راسهم. وبالمناسبه ديال فاتح ماي تنقولوا بان خصنا نستعدوا للمعارك المقبله اللي غادي تكون في الاسابيع المقبله وفي الشهور المقبله، باش ان الطبقه العامله ما يتمش السحق ديالها بهذه القوانين. اما النضال من اجل تحسين يعني الاجور، فهذاك النضال سيبقى مستمر كيفما كان الحال. هوية برنس، نحو إعلام هادف.